لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله النهاردة محاضرة كده تعريفية عن الكورس بتاعنا. معاكم الأول محمد مصطفى، بشتغل أوراكل أبليكيشن تكنيكال كونسلتنت، وحابب أدردش معاكم شوية عن المجال في الأول، وإذا كان في فرصة للمجموعة اللي معانا إن هي تكمل معانا الكورس حسب الكورس هيكون مفيد ليهم ولا لأ. هنحاول ندردش في النقط دي، هنحاول ما نخرجش عن الاوت لاين بتاع الكورس. المده بتبقى ساعه ونص، 90 دقيقه. هندي اول ربع ساعه ان شاء الله او خليها 10 دقائق بس لحد ما نشوف الوقت هيبقى المتاح معانا هنقدر نخلص فيه اللي احنا عايزينه ولا لا. ندي 10 دقائق كده للاسئله، يا ريت كل واحد عنده سؤال يبدا يكتبه دلوقتي بحيث ان احنا نرد عليه، وبعدين نبدا احنا ندردش مع بعض في خلال الاسئله دي وخلال الحاجات اللي انا كنت محضرها عشان نتكلم فيها. اتفضلوا بقى، اللي عنده سؤال يا ريت يبدا يكتبه. اكيد طبعا في ناس كتيره ما تعرفش كتير عن الاي بيزنس، محتويات الكورس اكيد هنتكلم عنها. موضوع ان هي تكون بدايه او كامله ده هيتحدد معانا. احنا مقسمين الكورس لاكتر من بارت، كل بارت بيسلم للتاني. هتشوفوا الاوت لاين لو ما كنتوش شفتوه. ان شاء الله حسب التيم اللي موجود الناس اللي هتحضر الكورس اذا كان عندهم استعداد نكمله، انا هخلص بارت وابدا اخش في التاني على حسب البارت اللي قبله. لو خلص كويس والناس استفادت وطلعت حاجه يعني من الكورس هتبقى فرصه كويسه للناس كلها ونكمله ان شاء الله، انا ما عنديش مشكله. لو الناس مش مهتمه وما فيش فيدباك يعني ان الكورس ماشي كويس معاهم او لا، هنبدا نتكلم في النقط بس ومش هنتعداها النقط اللي موجوده. الموضوع ان هو يوفر شغل مباشر لسه هنتكلم فيه. احنا مفترضين في اللي عايز يحضر الكورس ان هو على الاقل يكون اوراكل ديفيلوبر او واخد كورس اوراكل ديفيلوبر اللي هو بيتكون من الاس كيو ال، لغه الاس كيو ال ولغه البي ال اس كيو ال، و يعني ذاكر فورم وذاكر ريبورت. الكورس ده كنا عملناه قبل كده مع بارين ومتوفر لاكتر من انستراكتور ممتاز يعني. فلو مش دارس الحاجات دي اظن الكورس هيبقى صعب ان انت حتى تقدر تذاكر الاثنين مع بعض. يعني البارت كل بارت هنشرح ان ليه الحضور بتاعه لازم يكون عنده خلفيه عن الحاجات اللي هنتكلم عنها. فلو اللي بيحضر ما عندوش خلفيه عن لغه الاس كيو ال مثلا في بارت 2 مش هيقدر يستفيد حاجه، هيبقى بالنسبه له الكورس مجرد حاجه بيسمعها بيضيع وقته. مثلا في بارت 2 هيبقى محتاج كذا، في بارت 3 هيبقى محتاج كذا. كل الحاجات دي اللي هي في مجملها كورس الاوراكل ديفيلوبر اللي هو زي ما قلنا بيتكون من الاس كيو ال، البي ال، الفورم، الريبورت. يعني اهم حاجه طبعا الجزئين الاولانيين الاس كيو ال والبي ال. موضوع الفورم والريبورت ممكن يعني يبدا حد يتداركه بسرعه ويقدر يعني يقرا عنه شويه، يتفرج على فيديوهات. في فيديوهات كانت مع الدارين كانت ليا من فتره كنا عملناها من حوالي 3 سنين كده، وفي فيديوهات كثيره لناس ممتازه يعني موجودين على اليوتيوب مجانا ما فيهمش اي مشكله. لكن اهم حاجه الاس كيو ال، لازم يكون دارس اس كيو ال، ده البيزك بتاعنا من اول بارت 2. بارت 1 هيبقى بيتكلم عن البيزك وانترودكشن او اسينشال عن الاي بيزنس وعن المجال، وعن هنشوف النقط مع بعض يعني في اللي جاي. طبعا لو حد بيسمع اس كيو ال دلوقتي وبيطبق وعنده خلفيه عن البرمجه معقوله ممكن يقدر يحصل معانا مع الوقت يقدر ايه يتابعنا، بس هيبقى عليه مجهود كبير قوي ان هو يعني ايه يذاكر الدروس الاس كيو ال ويطبق في نفس الوقت ويحضر معانا. فربنا يوفق لو حد عنده المقدره دي يبقى تمام. مده الكورس حاليا احنا حاطين ليه في المجمل ما لا يقل عن 20 محاضره. 20 محاضره هتبقى جمعه وسبت زي ما احنا اعلنا كده مع الاكاديميه عن المواعيد. فالمده زي ما قلنا 20 اسبوع،
يعني مش هتقل عن 4 شهور ل 5 شهور كده، مفيش أي إزعاج. بالعكس، أنا لازم الناس تسأل عشان نشوف إحنا رايحين فين. يعني مش هقدر أبدأ من غير ما أسأل. يعني يستحسن المحاضرة النهاردة دي تكون نصها أسئلة من الشباب اللي حاضرين معانا، والنص التاني أبدأ فيه يعني أوضح الأسئلة بتاعتهم. وشكرا على أسئلتكم. الشهادة ممكن تتفاهموا فيها مع الدارين، أنا انستراكتور وأنتوا طلبة، فالدارين هي المسؤولة عن الشهادات. هي عندها برنامج معين، معرفش اللي يخلصوا بيحصل على شهادة عن طريقهم ولا لأ، دي حاجة ترجع لهم. ممكن تتكلموا مع المنسق المسؤول عن الدارين، هو يجاوب أحسن مني طبعا. هنشتغل فعلا على الاي بيزنس 12.1.3 او اي بيزنس 12، يعني هو ده اللي هنشتغل عليه. وهنتكلم ازاي نقدر نجيب النسخه بتاعه الاي بيزنس، والجهاز اللي المفروض تكون عليه النسخه، فامكانياته تكون ايه. كل ده ان شاء الله رايحين له شويه بشويه. طبعا هنتكلم عن الفيرجنز الموجوده من الاي بيزنس، ايه الحاجات الموجودة وايه الحاجات اللي في السوق اكتر، واحنا محتاجين نعرف ايه وينفع اشتغل على ايه. كل ده هنتكلم عنه، حاطينه في الاوتلاين بتاع الكورس بتاعنا، في السكوب بتاعنا، ما تقلقوش. هو حكاية شرط او مش شرط، هو الكورس عملي اكتر ما هو نظري، فانا هطبق عندي على الشاشة بتاعتي. انا مش عارف لو في حاجة زي سوليوشن بيكون والحاجات دي، المواقع اللي انت بتخش تطبق عليها اونلاين، بس دي مش هتفيدك لان انت تكنيكال، فمحتاج ان انت ايه يعني تشتغل بايدك. لحظة واحدة بس يا جماعة، فزي ما قلنا الكورس تكنيكال، يعني مش مجرد ان احنا بس ايه هنطبق حاجة مثلا على عند واحد صاحبي، ولا على جهاز في المكان اللي انا هجرب عليه زي موقع او حاجة وبعد كده شكرا. لا، الموضوع محتاج ان انت هتبقى تكنيكال، فانت هتعدل حاجات جذرية، مش ممكن الحاجات دي تلاقيها موجودة على موقع او كده. ممكن يطبق على موقع حد يكون بيدرس ال HR ام اس بتاع اوراكل، حد يكون بيدرس سبلاي تشين ومخازن بيرشيزنج، يبدأ يخش يطبق شوية حاجات على الشاشات. لكن انت يعني هنقولها بتعدل في الشاشات بتاعت اوراكل، بتعدل في شغل، يعني محتاج فعلا ان انت يكون عندك شوية تولز معينة. وهنتكلم عن النقطة دي وازاي تقدروا تجيبوا نسخة من الاي بيزنس. مش هنتكلم طبعا ان انت تسطبها، هو مش برنامج هتنزله على الجهاز، لا، ده يعني السيت اب بتاعه محتاج يعني حد يكون متمرس جدا، يعني او يكون بيشتغل دي بي اي او داتابيز ادمنستريتور عشان يقدر يسطبه. مش موضوع مش بالسهولة ان واحد يقدر ينزله من على النت ويسطبه، لان هو حجمه كبير، سواء قبل السيت اب كسورس او بعد السيت اب حجمه كبير. هنتكلم عن النقط دي مع بعض. حاضر، طيب يا ريت في اسئله يعني تطلع عشان نبدا نتكلم عن الاوتلاين مع بعض. في ماده علميه طبعا هنوفرها وهنحطها على لينك، الماده دي من اوراكل، يعني مش حاجه يعني ايه، انا بس حاطط الاوتلاين. اكيد هيبقى في ماده علميه محترمه جدا، محتاجه بس ان احنا يعني نصبر عليها واحنا بنقراها، نقراها بالراحه لان هي انجلش. حبيتوا تدوروا عليها بالعربي، يعني هتبقى برضه متاحة بس هتبقى بالموضوع. يعني مثلا أنا زي ما انتوا شايفين دلوقتي، متهيألي انتوا معروض قصادكم الأوتلاين بتاع الكورس، فمع الشرح بتاعنا طبعا عربي هيبقى فيه شوية كلمات خلاص عايزين نتعود عليها. ربنا يكرمكم انتوا وتستفيدوا من الكورس، يعني ساعتها هيبقى ربنا يجازينا خير. لحد دلوقتي أنا لسه ما عملتش حاجة، فربنا يوفقنا كده ونتم الكورس على خير إن شاء الله، وانتوا تتقدموا يعني وتستفيدوا منه إن شاء الله. فزي ما انتم شايفين مثلا في موضوع مثلا زي اليوزر والريسبونسابيلتي، مثلا فيهم شرح بريزنتيشن او بي دي اف موجود. الشرح ده هيبقى انجلش 100%، هو ده الافضل من اوراكل نفسها، هي اللي بتشرح البرنامج بتاعها وطريقه التعامل معاه. فمعاها انت ممكن تسيرش عن حته معينه، لكن عشان تقعد تقرا الموضوع كله، هو موضوع مش نظري خالص، يعني نسبة النظري فيه ما تجيبش 5% اللي أنا شايفه من وجهة نظري، لأن ده مش نظري. إن أنت تعرف خطوات وتكتبها أو تطلعها، أنت كده كده هتتعامل مع
انجلش، حتى لو هقول لك في منه عربي، في الاي بيزنس بينزل عربي والشاشات بتبقى عربي في دول كتيرة وفي مصر وفي شركات كتيرة يعني. بس انت كتكنيكال مش هينفع تشتغل مع ماتيريال عربي، لان الموضوع مش عربي، التولز كلها انجلش وكل الاكواد اللي انت هتكتبها باللغه الانجليزيه انجليش، فمش هينفع معاه خالص ان انت ما تقربش الماتيريال انجليش. لازم تتعب شويه في الماتيريال ان انت تعرف تقرا الماتيريال وتطلع منها المعلومه. يعني لو بصيت لقيت الماتيريال كبيره، انت بتدور على معلومه، ما تتعاملش ان انت هتذاكرها وتمتحن فيها اخر السنه، لا، انت بتدور على معلومه معينه هتطلعها سواء من الماتيريال او لو مش حابب تخش على جوجل وتسيرش وتطلع النقطه اللي انت عايزها، الحاجه اللي انت عايز تعملها هتلاقي فيه قبلك 1000 واحد عملوها. تمام؟ اكيد واحنا بنتكلم خلاص هنعرف اختصاراتنا وهنعرف الكلام اللي احنا ايه لما نقوله بعد كده، خلاص الكلام بقى عادي. طبعا احنا هندي فرصة للناس من النهاردة لحد يوم الجمعة الجاية يبدأوا يدرسوا الموضوع، يقروا شوية في المجال، الناس عندها استعداد، اذا كانت هي الناس دارسة اس كيو ال او بي ال ولا لأ. يعني عايز اعرف مثلا من المجموعة اللي قصادنا يعمل ريز هاند كده اللي عنده خلفية كويسة او اشتغل قبل كده اس كيو ال وبي ال. ويقول لي مثلا هو واصل في الاس كيو ال وبي ال او الفورم او الريبورت في اي حاجة لحد فين. فيا ريت تفضلوا كده تكتبوا او ترفعوا ايديكوا اللي عنده خلفية عن الاس كيو ال او البي ال. ممتاز أوي، تمام. ال بي ال و ال بي ال برضه كويس. وليبورت كمان ممتاز، ممتاز أوي. طيب أنا شايف إن الناس أصلا عارفة هي جاية تدرس إيه يعني. هو الأوتلاين ده يا جماعة كان موجود على الموقع او في تفاصيل الكورس، انا للاسف ما لحقتش اقرا كويس عن تفاصيل الكورس. الاوتلاين ده كان موجود قصادكم يعني، شفتوه. تمام، يعني فرصتك لو انت عندك الوقت المتاح دلوقتي ان انت تكمل بقى، تخلي الخلفيه دي مش بسيطه وتبدأ تشد حيلك كده في الحاجات اللي احنا محتاجينها. واحنا معانا يعني في خلال اسبوع من هنا للاسبوع الجاي عشان ابدأ اتكلم في النهارده. النهارده بس مجرد هنتكلم عن انترودكشن، يعني مش هنشرح، مش هنطبق حاجه عملي. من هنا للاسبوع الجاي لو قدرت تراجع على الاس كيو ال بطريقه كويسه، هي دي اللي هنحتاجها في دي 2 اللي هو الاسنشال، يعني ان شاء الله تبقى الموضوع سهل جدا. طيب اوكي، طبعا انتوا يعني عندكم حرية، وانتوا في خلال الكورس اللي معاكم وقت ممكن تجتهدوا فيه. ان احنا بنسيب من اول السبت لحد الخميس، خلاص معاكم حوالي 5 ايام فاضيين. يعني اللي ما بيشتغلش بالذات او اللي بيشتغل وعنده وقت يذاكر فيهم ال5 ايام دول، ممكن يخلص يوم اس كيو ال في 5 ايام لو حد حط في دماغه. ما شاء الله يعني يكون من الناس المجتهدين، حط في دماغه يخلص الاس كيو ال في 5 ايام ممكن يخلص، ويبدأ يطبق طبعا وينزل البرامج، ويعني ما يتعمقش قوي قوي قوي، ما يقعدش يجري ورا حاجات الاختلافات والفروقات والكلام ده، لا، يبقى بينجز، بيتعلم حاجة وبيطبقها عشان خاطر المحاضرة الجاية يبقى عنده فرصة. وانا يعني مش كنت ناوي اعمل امتحان بصراحة، وننقي الناس بس اللي عندها يعني اساسيات كويسة عندها، بس بصراحة رجعت عن الفكرة دي. انتوا احرار، اللي يحضر ويستفيد، اللي يحضر ويسمع وبعدين ممكن يستفيد منه بعد فترة، دي حاجة ترجع لكم. بس انا اللي حابب ان اللي يحضر يبقى بيتابع وبيذاكر على قد ما يقدر عشان خاطر يقدر يحصل حاجة، لان سوق العمل لو هو ده هدفنا، يعني الناس اللي جاية تحضر اصلا سوق العمل بيحتاج حد يكون بيشتغل بايده، مش هيحتاج حد يقول له او يقدم له شهادة ان انا خدت الكورس مثلا في اوراكل ايجيبت حتى او في اوراكل في اي مكان في الدنيا، مش هينفعه في حاجه لو هو ما بيطبقش. فاحنا بنجهز نفسنا لسوق العمل، مش بنجهز نفسنا
يعني عشان نطلع بس من الكورس بمعلومة وبس، لا لازم نطبق. عشان كده انا حريص جدا على ان كل واحد حاضر معانا يتعب كده اول اسبوع ان هو يدور شوية اقدر ازاي انزل النسخة عندي، ده هنتكلم عنه طبعا، ويبدأ يدور، واذا كان هيتعب او اذا كان هيدفع مبلغ مادي عشان حد ينزل له النسخة على جهازه او يديله النسخة، ما فيش اي مشكلة يعني، تبقى تضحية يعني اساسية ومطلوبة ما ينفعش نستغنى عنها، فربنا يوفقك. طيب كده يعني يا جماعة، في حد هنا ما عندوش أي خلفية بالـ SQL أو الـ DL؟ مفيش مشكلة، المهم يبقى عنده خلفية، عارف يعني إيه كود، عارف يعني إيه select، عارف يعني إيه insert update delete، عارف هو بيكتب إيه. كلنا بننسى وكلنا بنرجع، جوجل ده مفتوح معانا في الشغل زي كده، إيه يعني ما بيسيبناش، مفيش حد بيشتغل وبيبقى حافظ أكواد ولا بيبقى إيه قاعد كاتبهم في ورقة جنبه ولا في كارش كود ولا في حاجة، لا احنا بنبقى فاتحين جوجل، انا واقف معايا حاجة وانا بكتب كود، إيه دي بتتعمل ازاي، بخش اجيبها واروح واخد منها اللي انا محتاجه، اتفرج على كود حد كتبه قبل كده طبعا، وانا فاهم انا بدور على ايه، لان ما ينفعش اقول له انا عاوز اكتب كود يعمل مش عارف ايه وهو هيطلع لي جوجل يقول لي اتفضل الكود اهو، لا لازم انا اكون عارف انا عايز اعمل ابديت، بس وانا بعمل ابديت يعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، انا عارف 5 6 وناقص لي 7 و8 هدور عليها على جوجل وهجيبها بسهوله، لكن ان انا اصلا ما اعرفش ان في حاجه اسمها ابديت ولا حاجه اسمها انسيرت ولا حاجه اسمها دريت، فمش هينفع اشتغل، فاحنا مش عايزين نحفظ يعني، الناس حتى اللي هتبدا تذاكر مش عايزه تحفظ كود، ما حدش بيحفظ كود، انا عندي سيلكت في دماغي، اه عارف سيلكت تعمل بعديها فروم بعديها وير، وبعد وير عشان احط كونديشن تاني بحط اند او اور او نوت او وابدا بقى ايه اشوف اللي انا محتاجه، ده دماغي وانا شغال، مش دماغي ان انا حافظ يعني رافض اكواد، لا مفيش حد بيحفظ كود ولا بيقل بيتحفظ ولا اي حاجه بتتحفظ. استاذ انس انت واخد كورس اوراكل ديفلوبر، انت ما الوظيفه بتاعك اوراكل ديفلوبر صح؟ انت بتشتغل على داتابيز وعلى ابلكيشن انت بتعمله، طب انا دلوقتي هشتغل على ابلكيشن اوراكل عاملاه وانا هعدل فيه، فهبقى ايه؟ هبقى اوراكل اي بزنس ديفلوبر، اوراكل ابلكيشن ديفلوبر، اوراكل اي بزنس تكنيكال كونسلتنت، يعني المسمى ده يعني ايه حسب المكان وحسب ال، يعني في اماكن ممكن تبقى اسمك في الاي تي بس مفيش اكتر من كده، بس في الاعلانات لو حد بيعمل اعلان عن في مكان محترم بيبدا يكتب في الاعلان التفاصيل، هي دي بتناسبك هو ده اللي انت عارفه ولا لا؟ انا عايز كل مخزون الاسئله اللي عندكم يطلع عشان ايه المحاضرات الجايه نبقى ماشيين صح، مفيش حد بيبقى عنده سؤال حتى لو شايفه أغبى سؤال في الدنيا اللي هو يسأله. موضوع معدومة أو قليلة، ده كلام يقوله لك أي حد في الدنيا، يقول لك واحد آه خلاص مفيش شغل بقى تعالى نقعد على القهوة. أوراكل ديفيلوبر ستاند ألون آه هقول لك قليلة أكيد، اللي بيشتغل بس فورم وريبورت واس كي ال وبي ال ومش عايز يشتغل إي بيزنس هتبقى قليلة، لكن اللي هيشتغل على الإي بيزنس يعني انتوا عارفين طبعا كمية الشركات اللي شغالة ايه بزنس، والناس كلها بتموف من شركة لشركة، انا النهاردة قاعد في شركتي بقالي سنة المرتب ما بيزيدش، طب ما خدت خبرة سنة اهو يا جماعة زودوني الدنيا غليت ما فيش حد بيزود، طب بصيت على اعلان لقيته على لينكد ان ولا على الفيس ولا على اي موقع من مواقع التوظيف قدمت فيه الدنيا مشيت، بمشي من مكاني بيجي واحد اقل مني سنة هو زيي ما كانش لاقي شغل بيخش على المكان ده على طول، ففي فرصة للجونيور هو لسه واخد الكورس طازة بس طبق، الجونيور ده يا جماعة طبق يقعد في البيت بيطبق، فاتح عنده الابليكيشن مسطب على جهازه مثلا في ام وي هنتكلم على النقطة دي، وبيقعد في البيت يطبق، الموضوع ما ينفعش من غير تطبيق عملي بتاتا، انت راجل تكنيكال او انت مهندس تكنيكال او مهندسة طبعا مع احترامنا لكل الناس، لازم تكون بتطبق، ما ينفعش تعيش من غير تطبيق، ونطبق الحاجه مره واثنين وثلاثه، والحاجه اللي فيها ايرور بتدور عليها على قد ما تقدر او بتسال عليها حد عنده خبره سواء في مكان شغلك حد عنده خبره اكبر منك تساله، لو انت مشكله معاك في الشغل طبيعي جدا يحصل معاك مشكله وما تعرفش حلها حتى لو كنت خبير، تدور عليها ما لقيتلهاش حل بتكلم الجماعه بتوع اوراكل عن طريق معاك يوزر بيبقى مع اوراكل كده اسمه ميتا لينك او الاوراكل سبورت، ده مش شركتك مشتريه من اوراكل زي سبورت كده زي سبورت الويندوز سبورت اي برنامج في الدنيا انت بتشتريه او سبورت اي حاجه بتشتريه خدمه عملاء
تبدأ تخش وتبدأ تحط السؤال بتاعك أو المشكلة بتاعتك، يبدأوا يرد عليك فريق عمل شغال 24 ساعة معاك لحد ما مشكلتك تتحل. هنتكلم برضو عن فكرة الـ SR Service Request، ونبدأ نشوف ايه الكلام اللي محتاجين نتكلم عنه. والله انا اتولدت لقيت نفسي ورا كده والله يعني كل واحد طبعا حسب ميوله، بس يعني ما مش عارف اقول لك ليه اوراكل بالذات. يعني هي سوق العمل بيفرض على الواحد ان هو يدور على الحاجه الاكثر رواجا واللي يقدر يشتغل فيها. يعني انا النهارده لقيت اوراكل فيها مجال ان انا اشتغل تكنيكال بالامكانيات اللي عندي. اوراكل مديني تولز كتيره اقدر اشتغل بيها وانا تكنيكال، في نفس الوقت في شركات تانية عملاقة وجبارة وبتنافس أوراكل، بس مش مدياني فرصة إن أنا أشتغل تكنيكال أو أعدل على الشغل اللي هي عاملاه. فأوراكل مدياني تولز كتيرة، بتقول لي أنت عايز تعدل حاجة؟ أه. يعني مش عاجبك الشكل بتاعنا؟ أه مش عاجبني الشكل بتاعكم، مش عاجبني حاجة معينة، عايز أزود حاجة أنتوا ما عملتوهاش، أنا محتاجها. أوراكل فاتحة لي الباب ده بالتولز اللي إحنا كلنا هنقعد نتعلمها. فهي اللي شدت الناس التكنيكال ان هم يخشوا في المجال ده، وهي شدت كمان اصحاب العمل ان هم يلاقوا ابلكيشن بتقابل توقعاتهم، واذا كان في حاجه ناقصه بتعملها. يعني انا ناقصني النهارده شاشه معينه تكون بتعمل كذا كذا، حاضر. في حاجه في الشاشه دي عايز ازودها، ما عنديش مشكله. في ابلكيشن تانية لا، يعني اللي موجود اشتغل عليه وبس، مفيش اكتر من كده. تمام، يا رب اكون رديت على السؤال. تمام. فطبعا اللي قصاده شايف في مجال تاني، في حاجة تانية يعني شايف فيها فرص ليه، ودارس السوق وشايف هو عايز يروح فين، طبعا يختار الحاجة اللي تناسبه. لكن انا النهارده درست ال SQL وال BL وال Form وال Robot، وشايف السوق اتحرك لسكة تانية بيتكلم في اي بزنس. لو ما رحتش ناحية السكة التانية دي وقلت لا خليني اركب ال SQL وال BL وال Form وال Robot بس، مش هتعلم الباقي ده، ومش عايز اشتغل اي بيزنس وايه سيستم جاهز ده وايه ابلكيشن جاهز اللي انا اشتغل عليه، ايه ار بي ده، لا ده انا اعمل احسن منه. وانا في ناس زمايلنا كانوا بيقولوا كده. هو طبعا الاتش ار هو اللي نقدر نشرح عليه اكتر، بس طبعا انت ديفيلوبر مالكش علاقه بايه اللي انت شغال عليه، مش هتفرق معاك. اشتغلت النهارده على سبلاي تشين، اشتغلت على فاينانشال، اي حاجه تطلب منك هتعملها، لان التول بتتعامل مع كله، الا بقى لو في طول مخصوصه بقى فاست فورميولا، مش عارف مثلا يوزر هوك، حاجات زي كده بتتعامل مع حاجات معينه، في تيبل انترفيس، في اي بي اي بتتعامل مع كذا، دي خاصه. لكن في الغالب معظم الشغل بتاعنا بيتكلم مع اي موديول اللي انت حابه تشتغل عليه. لا ده مش شغلك، انا لسه هتكلم عن الاي بزنس كارير. لو انتوا شايفين الشاشه لسه هنتكلم عن النقطة دي. انتوا شايفين كده يا جماعة الماوس انا بعمل ايه او بشاور على ايه بالماوس؟ في سهم انا عملته هنا. تمام، ممتاز. هنبدأ ندردش مع بعض في الاوت لاين ده، بس يعني الناس كلها تبقى موجودة والناس كلها تبقى سألت اسئلتها، عشان ايه نبدأ نمشي في الاوت لاين بتاعنا ونشوف احنا عايزين ايه. اتفقنا نص المحاضرة أسئلة، ففاضل لكم كده 10 دقايق بكتير أوي أسئلة، أو 5 دقايق حسب أسئلتكم. وإحنا طبعا هنركز على النقط اللي أنتوا طلبتوها، وإذا نسيت حاجة يا ريت اللي كان عنده سؤال وأنا نسيت أتكلم عنه هندي كده فرصة 5 دقايق تفكروني في آخر المحاضرة لو أنا إيه نسيت. لا حاجات تنزله وكلام من ده، لا أنا هحاول أدور كده في لستة الناس اللي أعرفها في مصر، او في كل واحد بقى في مكانه، بحيث تقدر توصل لنسخه تشتغل عليها. هحاول يعني نتكلم عن النقطه دي، طبعا مش هنغفل عنها. يعني مثلا نفترض في مراكز بدون ذكر اساميها، انا ما اعرفش الدارين تسمح ان نذكر اسامي مراكز بتشتغل في المجال ده في مصر ولا لا. ففي مثلا مركز سين بيدرس اوراكل اي بيزنس، طيب انا يا جماعه مثلا لو انا هاخد الكورس عندكم ممكن تنزلوا لي على جهاز الاي بيزنس؟ اه. بيكلفك مثلا 100 جنيه 150 جنيه لو انت هنا
في مكان تاني بقى، كل واحد حسب مكانه. ممكن تاخده من واحد صاحبك، لو عندك واحد صاحبك شغال يبدأ يديهولك، سواء كان على ويندوز أو على لينكس أو الكلام ده كله، فمفيش مشكلة، هتقدر توصل له، هتشتغل عليه على جهازك. يعني في بحر مثلا الأسبوع ده تكونوا كل واحد فيكم إن شاء الله قدر يتصرف، يكون قدر يلاقي النسخة يقدر ينزلها، ولو واحد فيكم مثلا لو انتوا قريبين من بعض او حد يعرف التاني يقدر ياخد النسخة مثلا سي بمبلغ من حد، طبعا ما يزيدش يا جماعة عن 100 ولا 150، يعني اذا ما كانش ليكوا حد تاخدوا منه النسخة. يعني اذا كان في حد فيكم ممكن متطوع ياخد نسخة من حد، احاول اشوف له الناس اللي اعرفها عندها نسخة ساكنة قريب منه، نحاول نشوف الموضوع ده. بس انتوا معاكم فرصة كده يومين ثلاثة تدوروا، وانا هشوف الناس اللي اعرفها عندها النسخة مثلا في مصر او كده او في اي مكان تقدر تنقل النسخة تتنسخ. وهتكلم على النقطة دي بسرعة، يعني مش هتأخر، دي أول نقطة هتكلم عنها. معاكم 8 دقايق بالظبط ونقفل باب الأسئلة شوية، يعني مش هنقفله خالص النهاردة، كله أسئلة أصلا. طيب سؤال كمان، أنا عايز أسئلة تاني عشان نعرف إن الواحد مخه بيشتغل لما بيسأل، فيا ريت الأسئلة كلها تطلع دلوقتي، حتى لو سؤال يعني أنت شايفه ما ينفعش يتسأل اسأله، لأن هنقعد من غير ما هتقعد تقول في دماغك طول ما انا بشرح سؤال عمال يجي في دماغك، فاقوله من دلوقتي عشان ايه تريح. طيب شباب نبدأ نتكلم عن الاوت لاين بتاعنا. طيب تمام، على بركة الله. احنا الموضوع بتاعنا هنبدأ فيه، هنقسمه على ايام. تمام، احنا في اول جزئية بنتكلم عن البيزك اللي احنا المفروض نعرفه عشان نشتغل اي بيزنس. دي 1 هنتكلم انتدكشن كده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، مقدمه، وبنشوف الاسئله بتاعت الشباب. هنتكلم فيه عن حاجه اسمها نشاه الاي بيزنس او الستارت بتاعه والفيرجن اللي موجوده منه في السوق، الانتجريشن ما بين الموديول هنتكلم عنه، والكاريرز اللي موجوده ازاي انا اقدر اشتغل واشتغل. بعد كده المحاضره باذن الله الجايه هندي حاجة اسمها essential، مشهورة يعني وموجودة على اليوتيوب كتير، في ناس كتيرة مسجلاها. ال essential بيتكلم معايا يعني ايه user، يعني ايه responsibility، يعني هيجي وقتها form و function ازاي بعملها، ازاي بتعامل معاها، ازاي بتابعها، بشوفها اذا كنت اقدر اعدل فيها ولا لأ، اذا كنت اقدر انشئ واحدة جديدة ولا لأ. في حاجة اسمها flex field، في الغالب كده هنقول ان احنا اوراكل مديانا شاشة، الشاشة دي بقدر أدخل فيها بيانات موظف، اسمه وسنه وتليفونه وعنوانه ووظيفته والمدير بتاعه ومرتبه وشوية حاجات. طيب نفترض في عندي حاجة معينة مثلا، يعني فكرة مش موجودة في الشاشة دي، يعني إيه؟ عايز أقول إن الموظف اللي اسمه محمد مصطفى ده بيركب الأتوبيس خط مثلا حلوان، بيجي من حلوان كل يوم في أتوبيس حلوان، الأتوبيس ده رقم كذا كذا. في هدف في دماغي، اصل لو الاتوبيس عطل يبقى الناس دي مش جايه النهارده، يبقى اعمل حسابي في كذا، او لو في مثلا مكان فاضي الراجل ده اجازه فيظهر عندي ان الراجل ده اجازه ممكن اركب حد مكانه، اي حاجه في دماغي، المهم حاجه مش موجوده في الابلكيشن، اختراع. فعايز اضيف الحاجه دي معلومه جديده على المعلومات اللي موجوده في الشاشه، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اي نظام تاني يقول لي لا مش ممكن، اي معلومات عندك اكتبها في شيت اكسل بره كده على جنب وانت حر فيها. لكن اوراكل قالت لي لا ممكن، هعمل لك حاجه اسمها فليكس فيلد. فليكس يعني عارفين طبعا يعني مرن، فهعمل لك حقول مرنه تبدا تدخل فيها داتا اصلا مش معمول حسابها، وانا هدخلها لك، هسجلها لك، هخزنها لك عشان وقت ما تحتاجها تلاقيها. يعني اي داتا انت عاوزها. تمام، في حاجه اسمها ريكويست، هندردش طبعا معناها كتير. الريكويست ده في الغالب كده هنقول عليه ان هو التقارير، ان انا عايز ارن او اشغل تقرير، التقرير ده مثلا يطلع لي مرتبات الموظفين اللي مش عارف تقل عن كذا او تزيد عن كذا، ريبورت، نشوف الطرق بتاعته بعد كده. في حاجه اسمها فاليو سيت، فاليو سيت يعني بالراحه خالص هي عباره عن زي نقول كده، بدل ما انا افتح اي شاشه موجودة عندي وابدأ أعمل فيها فليكس فيلد، طب أنا عايز الفليكس فيلد دوت يجيب الداتا دي من مكان متخزن عندي في الداتابيز بتاعتي، يعني عايز لما أفتح مثلا شاشة ورن تقرير يقول لي الموظف اللي أنت هتجيب بياناته، أنا هعمل تقرير أو ريكويست
نحفظ بقى كلمه او نعرف كلمه ريكويست دي، يعني زي تقرير كده. هعمل ريكويست، الريكويست دوت بيجيب بيانات الموظف. طب جميل، طيب الموظف دوت، الموظف اللي انا هجيب بياناته من دوت، هكتب اسمه بايدي، يعني هبدا اكتب محمد مصطفى. طب مش عارف ليه عملتها، ايه مربوطه ولا يفتح فيها نقطه ولا مش عارف ايه، هيبدا يحصل لخبطه. طب ما انا ممكن استخدم الفاليو ست دي، ان انا يتعمل لي ليست اوف فاليو، هي عباره عن ليست اوف فاليو، الناس بقى اللي عارفين طبعا اللفظ في الفون، ليست اوف فاليو بتظهر لي بجمله سيلكت انا بكتبها، وبتظهر لي جوه شاشه من شاشات اوراكل. ده احد استخداماتها، يعني طبعا ليها استخدامات كثيره. طيب بروفايل اوبشن، ايه بروفايل اوبشن؟ بروفايل اوبشن هي شويه اعدادات بيبقى معمول لها في الغالب قيمه معينه كستاندرد. يعني مثلا انا عايز لما افتح الشاشه بتاعتي وابدا اشتغل وادخل بيانات موظفين او انا يوزر بقى، انا مش مبرمج دلوقتي، لا انا يوزر هبدا اشتغل وادخل بيانات موظفين، بيانات مثلا موظفين بتوع اداره جديده لسه عاملينها وعملنا اعلانات هنعمل اداره اسمها كذا كذا، رحنا عاملينها على الابليكيشن في الاتش ار سيستم، ورحنا عاملينها ودخلنا فيها بيانات موظفين جداد. خلاص طيب الناس الجداد دول خلاص موجودين معانا وحاضرين، فواحد فيهم فتح الشاشه بتاعته وسابها ومشي، فاتح شاشه بيدخل بيانات وراح ساب الشاشه بتاعته دي مفتوحه ومشي. جه واحد تاني اول ما لقاه مش موجود راح عمل حاجه. طب انا عايز اعمل توقيت معين الشاشه اللي مفتوحه دي لو ما حدش داس فيها كليكه ماوس او كتب حاجه بالكيبورد، الشاشه دي تعمل لوج اوت او لوج اوف للموظف اللي كان داخل. يعني انت دخلت دلوقتي كتبت اليوزر نيم باسورد وشغال بتدخل بيانات على الاوراكل، فعايز بعد ثواني معينه او دقائق معينه لو انت ما كتبتش حاجه الشاشه دي تفصل لوحدها. ده بروفايل اوبشن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص طبعا يا جماعه المحاضره متسجله، انا ما لحقتش اقرا اسئله الناس. تمام المحاضره بتتسجل، فانا دلوقتي عايز اعمل حاجه تخليني بعد 30 ثانيه مثلا لو ما حدش اشتغل السيستم يعمل تايم اوت ويقفل. طب انا عامل 30 ثانيه دي مش مناسبه لي، لا انا ممكن اخصص البروفايل اوبشن ده، اخصصه مع يوزر معين، مع حد معين، لما يخش يبدا ايه يلاقي الداتا بتاعته محفوظه محدش لعب فيها. ليه؟ لان السيستم عمل لوج اوت، لكن التاني خلاص السيستم فضل مفتوح، الابلكيشن مفتوح ما قفلش غير بعد 30 دقيقه، واحد عايز 30 ثانيه واحد عايز 30 دقيقه، كل واحد حر. طيب يمكن انا مش هعرف اوفي كل نقط حقها، انا بحاول بس اعدي عليهم بسرعه كده. الادمنستريشن، ادمنستريشن ازاي ابدا اتعامل مع بعض التولز المتاحه ليا ك ك ك انا ديفيلوبر، مش المفروض ان انا بقى ادمن، ادمن اللي هو الادمنستريتور. طيب في تولز معينه تبقى مشتركه بيني وما بينه، في شويه حاجات كده معينه في وسط الشغل لازم تعدي عليها، هنتكلم عنها ان شاء الله على قد ما نقدر. زي ما احنا اتكلمنا بارت 1 اللي هو البيزك ده لازم تبقى انت في المحاضره الثانيه، اس كيو ال بنسبه 90% تعتمد عليه، وان شاء الله ممكن ما نحتاجش للبي ال خالص، لو حد عنده الترتيب بتاعه في المذاكره يركز مع ايه؟ مع الاس كيو ال، هي اللي هنحتاجها في الفليكس فيلد، في الريكوست، في الفاليو سيت، هنحتاجها كتير يعني. طيب ده كده بالنسبة للبيزك. تاني جزء أو تاني بارت، طبعا كل بارت يا جماعة بيخلص خلاص كده، ممكن ناخد بعديه إجازة يوم، مفيش أي مشكلة، خلاص خلصنا دي 1 ودي 2 ماشي، ناخد إجازة يوم، ناخد فترة راحة مفيش مشكلة، وبعد كده نكمل البارت التاني. طبعا هحاول إن هم يبقوا متصلين، بس كل واحد في دول يا جماعة بارت منفصل، ممكن تحطه في السي في بتاعك، إن خلاص أنا خلصت بارت 1 ده اسمه كذا، يبقى أنا بعرف أعمل 1 2 3 أحطهم في السي في بتاعك. فكرتهم ويبقى عارفهم حطهم في السي في بتاعك، مش لازم تكون عارف 100% من كل التوبكس اللي موجوده في المجال لان المجال كبير. طيب النقطه الثانيه اللي هي اهم حاجه عندنا في حياه اي اي ار بي، هنتكلم ماتيريال بقى يا جماعه، يعني ايه معلش ناجل شويه الكلام في الماتيريال والحاجات دي، هنحاول الاتفاق كده مع الدارين يبقى في فولدر موجود ونحط عليه اي ماتيريال موجوده مع اي حد فينا عنده ماتيريال، يبدا ياخد صلاحيه ويبدا يحط الماتيريال اللي معاه، وانا برضه احط ماتيريال من عندي.
طيب الريبورتنج ايه فايده الاي ار بي؟ وانا بعمل الاي ار بي ليه؟ يعني انا رئيس مجلس اداره شركه، فتحت شركه جديده وكنا شغالين بنصنع اي حاجه في الدنيا، بلاط، خشب، اي حاجه. ايه اللي يخليني اروح اشتري اي ار بي بملايين واجيب ناس بتوع اي تي يقعدوا يعملوا لي بقى ايه كونسلتنج ويعدلوا لي، وناس يدخلوا بيانات في الاتش ار، ما المصنع شغال وبيطلع انتاج وانا بكسب، ايه اللي يخليني اروح للموضوع ده؟ عشان انا عايز اطلع ريبورتات، عايز في الاخر لما اخش على الابليكيشن واقول له هات لي انا كسبت كام السنه دي، طلع لي انا كسبت كام، هات لي انا العمال اللي عندي بيصرفوا كام، مستفيد منهم ولا لا، البرفورمانس ريبورت بتاعتهم ابدا اطبعها من على الابليكيشن. يبقى كل هدف الاداره في الدنيا واي مدير شركه واي صاحب شركه في الدنيا من الاي ار بي ده كله انه يطلع له ريبورتات تفهمه الحاجه اللي هو عايزها. فانت اهم حاجه في حياتك او في حياه اي اي ار بي هي ايه؟ الريبورت. من غيرها ما ملوش لازمه الابلكيشن. لو الابلكيشن ما بيطلعش ريبورتس كويسه، تقارير كويسه بالشكل مناسب بالداتا مناسبه، طبعا لازم تبقى داتا دقيقه، والداتا الدقيقه دي معتمده على حاجتين، لو في اي عمليات حسابيه بتحصل او اي تعديل على الداتا اللي داخله فده شغلتك انت كمبرمج او ديفلوبر او بتعمل تقارير، يعني بتصنع تقارير ريبورت بيلدر او اكس ام ال او اي تولز اللي هنشتغل عليها، تكون انت عارف تعمل التقارير صح وفهمت ايه المطلوب منك بكل التفاصيل. لازم انت تفهم ايه المطلوب منك بكل التفاصيل، اقولها ثالث، لازم تفهم انت مطلوب منك ايه. ما تسمعش حد يقول لك عايزين تقرير بيطلع بيانات كذا كذا تروح حاضر يا تك 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 وتكتب التقرير، لا، لازم تقعد تفهم وتحلل المطلوب منك عشان تطلع تقرير كويس. فهنشتغل في الريبورتنج هما حوالي 4 محاضرات. المحاضرة الأولى هتتكلم مع واحد عارف يعني إيه ريبورت بيلدر، مجرد بس هنعمل تقرير ونحطه على الأبليكيشن، يبقى جنب الريبورتات الجاهزة اللي أوراكل عاملاها. يعني أنت حضرتك هتعمل ريبورت في المحاضرة دي وهتحطه في وسط التقارير اللي أوراكل عاملاها، ومحدش هيعرف إن التقرير ده عامله محمد من التقارير اللي عاملها أوراكل أصلا طبعا. هيبقوا الاثنين شبه بعض وزي بعض ومحدش هيعرف الكلام ده. تاني محاضرة ازاي نعدل في شكل الريبورت ونعمل له لاي اوت كده جميل هنشوفه مع بعض. ازاي نشتغل على طول معروفة اسمها ديسكفرر تطلع برضه ريبورتات شبه الاكسل كده بالظبط. وفي حاجة اسمها كونكرنت بروجرام، خلاص طبعا هنتكلم عنها هنا وهنتكلم عن الانواع بتاعتها هنا. ممكن المحاضرة دي تضاف هنا لو في وقت، هيبقى عبارة عن 3 أيام كده، ساعتها هنضيف دي 4 على دي 1 حسب دي 1 ما هيخلص وحسب ما انتوا تشدوا حيلكم معايا. تمام. بعد كده طبعا انا قايل للناس اللي هتحضر تكون عارفة اس كيو ال ودي ال وعارفة ريبورت، يعني حضرتك معاك لحد ما نبدأ في اليوم الأول من الجزء الثاني تكون ذاكرت بقى ساعتها الريبورت، يعني بنزود مع بعض وبنطلع مع بعض. طيب هنا بنتكلم عن الفورم، هنشتغل على الفورم بيلدر وازاي احط شاشه جديده مش موجوده اصلا في الابلكيشن في الاي ار بي بتاع اوراكل. انا بقى افتكست كده فكرت في شاشه هتحل لي مشكله في الشغل، عايز احطها في وسط الشاشات بتاعت اوراكل، ازرعها في النص كده محدش يقدر يفرق ما بين الاثنين. اقدر الكلام ده، هستعمل فيه الفورم بيلدر، هنشوف ازاي مع بعض. ففي الوقت ده انا محتاج الناس تكون ذاكرت ايه الفورم بيلدر، يبقى انا في بارت 3 دي 1 محتاج الناس تكون وصلت وذاكرت الايه الفورم بيلدر. تمام. ازاي اعمل فورم جديده واضيفها وسط الابلكيشن، ازاي اعدل على الفورم الموجوده الجاهزه الفورمز الجاهزه، ازاي اعمل حاجه اسمها اليرت هنشوفه. الاليرت يا جماعه باختصار كده، انا مثلا عايز ابعت ايميل للموظف اقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك فضل عليه 3 ايام مثلا، يعني مثلا انت غبت اكتر من العدد المسموح به في الشهر ده، ما ينفعش تغيب تاني في الشهر ده. انا هعمل اليرت انذار، يعني بيقول لليوزر خد بالك انت مرتبك هينزل لك ناقص الشهر ده علشان انت بتتاخر اكتر من العدد المسموح بيه. مثلا تقرير موظف جه جديد، فانا عايز اول ما يجي موظف جديد يخش على الابليكيشن يروح 5 ايميلات في نفس الوقت، ايميل يروح للناس بتوع الاي تي حضروا له جهاز، وايميل يروح للناس بتوع الادمنستريشن حضروا له مكتب وكرسي، وايميل يروح للناس مثلا بتاعه الادوات المكتبيه والمخازن والكلام ده كله، ابعتوا للراجل ده ادوات المخزنيه دي اول محاضره،
الادوات بتاعته، ايميل خامس يروح مش عارف لبتوع مرتبات، ابداوا احسبوا مرتبات الراجل ده من النهارده، ايميل مش عارف يروح لبتوع الحضور والانصراف، ابداوا اعملوا للراجل ده اي دي خش بيه يحضر بيه، واعملوا له التوقيت بتاعه على ورادي او من غير ورادي زي ما يكون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده كده الالرت. طبعا لسه كل حاجه من دول يا جماعه احنا بندردش مع بعض النهارده عشان نعرف احنا رايحين فين واحنا هناخد ايه في الكورس بتاعنا. طيب او اي اف يعني اوراكل ابلكيشن فريم ورك، ده هو ده اللي ممكن كنا نقول عليه من سنتين المستقبل، هو دلوقتي بقى هو الواقع، ان لازم اي حد بيشتغل، مش لازم، بلاش اقول كلمه لازم عشان ما نتعبش نفسنا، يستحسن لاي حد شغال دلوقتي اوراكل ديفلوبر اي بيزنس انه يعرف شويه جافا، خلاص الاساسيات بتاعت الجافا او اللي هي اللي بنسميها الاس اي، خلاص يعرفها علشان هيبدا يشتغل مع شاشات كتيره اوراكل عاملاها، شاشات ويب مش شاشات معموله بالفورم بيلدر. مش هنقول برضه الفورم بيلدر خلاص انتهى ومات، لا ما نقدرش نقول، مفيش حاجه بتموت ومفيش حاجه بتنتهي، هو قرب يموت فعلا ماشي، بس احنا برضه محتاجين نكون عارفينه بنسبه كويسه علشان نقدر نعمل شاشات لحد لما نتعلم كويس نعمل او اف ويب بيج، ساعتها ممكن نقول للفورم بيلدر ده ايه، انا مش هستعملك تاني، انا عندي التولز دي هتخليني استغنى عنك. تمام. طبعا فيوجن بقى الناس اللي هي الشاطره هي عارفين ان في حاجه اسمها فيوجن ودخلت خلاص، بس مش عايزين نقول ايه يا جماعه في محاضرتين متسجلين الكورس ده السنه اللي فاتت، كنا بنحاول نبدا الكورس بس حصل ظروف كده منعت ان احنا نكمله. ازاي ابدا اعدل في الشاشه من شاشات اوراكل الويب او نسميها صفحات الويب، خلاص محتاجين في الكورس ده نكون عارفين اس كيو ال، ويا ريت لو حد عنده ايه سمع شويه جافا. تمام عندكم محاضرات كثيره، بس يعني انا نفسي يعني بحب قوي محاضرات الباشمهندس محمد ياسين، تمام لو تسمعوا عنه في الجافا، لو حد عايز كده يسمع له المحاضره ما بتعديش الربع ساعه، يعني طريقته ممتازه على اليوتيوب هتلاقيها متوفره كتير، هم محاضرات كثيره بس انت ممكن تسمع كل يوم محاضره وما تكتبش حاجه وما تذاكرش حاجه، هتبقى عرفت خلفيه كويسه عن الجافا. الجزء الخامس من اهم الاجزاء اللي يكون عارفها الشخص التكنيكال حاجه اسمها الاي بي ايز او الانتجريشن، هنرجع نتكلم عنها فوق دلوقتي تاني، والانترفيسز او الانترفيس تيبل. يعني ما اقدرش اقول لكم كده ان انتوا يعني هناخد كل الكلام ده بنسبه 100%، احنا مع بعض بنحاول نعوض النقص عن المعلومات اللي موجوده عند كل واحد فينا. انا هبدا اذاكر حاجات عشان ابدا اتكلم معاكم فيها، حاجات ما بستعملهاش وانتوا هتسمعوا حاجات اول مره تسمعوها او حاجات انتوا عارفينها بنسبه معينه انا هكمل معلومه فيها. مفيش موضوع من دول يا جماعه هينتهي في محاضره خالص، لازم بعد ما تحضر المحاضره حضرتك هتبدا تقرا فيه، تبدا تطبق، تقف معاك مشكله، لان الموضوع لازم يطلع فيه مشاكل، لو ما حصلش فيه مشاكل عمرك ما هتتعلم حاجه، ومش لازم لما يحصل معاك مشكله تتعقد وتقفل، لا افتح جوجل وابدا ادور، ما لقيتش حاجه سيب. احنا بنتكلم مع واحد هيشتغل على 50 تول، هيروح شركه هيشتغل على كل التولز دي، هيشتغل على اليوزر ريسبونسبيلتي، هيشتغل على كذا على كذا على كذا، انت كام في الميه من دول في نهايه الكورس قدرت تفهمه؟ خلاص حط الحاجات اللي انت فهمتها واللي انت طبقتها في السي في بتاعك وقدم وامتحن وروح احضر انترفيوهات، وان شاء الله يعني على قد تعبك هتلاقي فرص انت تستحقها ان شاء الله، ويعني ربنا يكرمك بيها. نرجع بقى للنقطه بتاعتنا، انا مش عايز حد يشغل دماغه بكل اللي قلنا، احنا كل دماغنا النهارده مع مين؟ مع دي 1 ومع ان انا اجيب الاي بيزنس على جهازي لو انا خلاص نويت احضر الكورس ده او امشي في المجال ده. طيب ممكن يعني انا كنت عايز اديكم بريك بس الوقت يعني خلاص، انا باقي قصادي في الساعه بتاعتي اهو 26 دقيقه بالظبط او 25 دقيقه، فانا عايز في 25 دقيقه دول نتكلم عن النقط دي. اول حاجه عايز اتكلم عنها الجهاز، علشان انت تبدا تشتغل على الجهاز عندك محتاج يكون عندك يعني برنامج اسمه في ام وير، في الغالب انت هتحتاجه. برنامج في ام وير ده الفايده بتاعته، انا كنت حابب ان انا اعمل شير للسكرين بس البرنامج كان معطلق كده شويه،
فإن شاء الله هحاول أدردش معاكم كده ونتكلم على قد ما نقدر. إحنا محتاجين عشان نجيب على جهازنا الإي بيزنس محتاج مبدئيا مساحة فاضية في حوالي 250 جيجا، ده حد أقصى. ماشي، 250 جيجا فاضيين، أو لو عندك إكسترنال هارد ديسك، هارد ديسك خارجي ممتاز برضو يكون فيه المساحة دي متوفرة. هتحتاج المساحة دي، هنحتاج جهاز يعني يكون راماته إيه، عشان احنا هندي للاي بزنس يا جماعة على الأقل جدا اللي أنا عامله عندي 3 جيجا رامات. وقت ما أنا أجي أطبق محتاج إن أنا أشغل الاي بزنس على الفيرتشوال ماشين، فمحتاج أديله على الأقل 3 جيجا رامات. حاول ما تقللش عن كده، وإذا قدرت تزيد لو أنت جهازك كويس زيد. طيب الويندو بتاعي اللي هو ويندو 7 ولا ويندو 10 ولا أي حاجة أنا أشتغل عليها، ولا ويندوز 8، محتاج إيه؟ محتاج مثلا 2 جيجا، يبقى أنا محتاج جهاز يبقى فيه حوالي من 4 ل 5 جيجا، وكل ما يزيد طبعا رامات يكون أحسن. حد عنده سؤال في النقطة دي؟ يعني دي أقل حاجة اللي بنتكلم فيها، 5 جيجا أو 4 جيجا متهيألي صعب كمان، يعني على الأقل يكون 5 جيجا. كورت فيو شغال يا جماعة، مش مشكلة يعني، لو حد لسه جهازه كورت فيو ده حالاتي شغال مفيش مشكلة يعني، ما بيقولش لأ الراجل كتر خيره يعني. هي القصة كلها رامات، فأنا محتاج الجهاز اللي عندي يكون فيه أقل حاجة رامات 5 جيجا. ماشي، حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ مش مشكلة يعني مش هنساعده مثلا نجيب له جهاز، أنا بس أنا بتكلم في حد مش فاهم النقطة دي، ويكون عندي مساحة فاضية علشان الإي بيزنس يتحط عليها حوالي من 230 ل 250 جيجا. طيب أنا إزاي أحصل عليها يا جماعة؟ في مراكز كتيرة جدا في مصر بتدرس أوراكل إي بيزنس، فلو وصلنا تواصلنا مع اي حد خد كورس هناك، او عرفنا نوصل لحد في مركز من المراكز دي، او حد من زمايلنا معاه النسخه ممكن ناخدها منه. النسخه دي هتبقى في حدود زي ما قلنا 250 جيجا. ممكن لو عندك جهاز قديم في البيت او عايز تسطب الاي بزنس على جهازك على ويندو مثلا سيرفر، ممكن حد يسطبه لك مفيش مشكله، لكن انت ما تحاولش تفكر ان انت تمشي في مجال ان انت تسطبه، الا لو انت بقى حابب تخش في مجال الدي بي اي، يعني ده قصه تانيه. لكن انت عشان تسطبه هتعمل داونلود للسورس بتاعه ما بيقلش عن 40 جيجا، هو متهيألي 40 جيجا بالظبط او 45 جيجا مش فاكر. هتنزل ويندوز سيرفر، هتبدأ بقى ترن شوية برامج كتيرة كده، يعني في ناس شرح ازاي تسطب، بس ما انصحكمش يعني ان انتوا في الاول كده تبدأوا تدوروا على ازاي تسطب، لان هو مش زي الاوراكل الداتابيس هتسطبه في ربع ساعة وخلاص شكرا على كده، لا ده موضوع كبير. فالاستحسن نصيحتي ليكم ان انتوا ايه تجيبوا الحاجه دي متسطبه. اوكي، دي كده بالنسبه للجهاز. حد عنده اسئله تاني بخصوص السيت اب؟ زي ما قلت لكم هو مش هيبقى سيت اب، انت هتروح تجيب نسخه من عند واحد صاحبك مسطبها مثلا هو عنده، على عندنا حاجه من الاثنين، حاجه اسمها فيرتشوال ماشين اللي هو في ام وير، من اشهر البرامج في ام وير، او في تول تانية اوراكل عاملاها شبه الفي ام وير اسمها فيرتشوال بوكس. انا النهارده بسطب على الفيرتشوال بوكس او على الفي ام وير ويندوز وهمي زائد الويندو اللي على جهازي، وابدا اخش اسطب عليه الاوراكل اي بيزنس. ده الناس اللي هي بتسطب، اللي هي الناس الدي بي اي او الناس اللي هم اللي شغالين في مراكز بيعملوا الكلام ده. حضرتك حجم السورس قبل السيت اب 55 جيجا، متهيألي اقل يعني 45، بس بعد ما تسطب هيوصل معاك لحوالي، لو انت هتسطبه على جهازك في حوالي 200 جيجا كحد ادنى يعني على ما اعتقد. ماشي، مش هيفرق معاك نقول 250 جيجا، فانت ما تروحش تجيب لي السورس ما ينفعكش في اي حاجه. نصيحه يعني ما تضيعوش وقتكم في قصه السورس دلوقتي، بعد ما ربنا يكرمك وتمشي في المجال حبيت بقى تقرا عن السيت اب، السيت اب ده شغلانه، لكن دلوقتي هتضيعوا وقتكم الاسبوع ده. انا عندي اذاكر فيه اس كيو ال، تعرف نجيب ايمج بقى، بتجيبه فيرتشوال بوكس، بتجيبه في ام وير، اي حاجه، وبتسطب عندك برنامج الفي ام وير، هو برنامج عادي خالص بتسطبه على جهازك ما بيأثرش خالص على الجهاز، وبتبدا تربطه مع النسخه اللي انت عملت لها كوبي من واحد صاحبك او من حد ايه شغال في مركز، تبدا تشتغل عليها. تشتغل عليها وقت ما بتشغلها بتعمل لها رن،
بتاكل من جهازك زي ما قلنا بحد ادنى 3 جيجا، ساعتها جهازك ايه هيبدا يحس بال 3 جيجا اللي متاكلين منه دول، وساعتها تقدر تفتح الشاشة عندك بتاعت اوراكل وتبدأ تدخل بيانات وتعمل الشغل بتاعك كله، تعدل بقى تعمل اي حاجة. نسخة 11 مختلفة عن 12 اكيد، واحنا هنشتغل على 12 لان هي دي يعني طبعا احنا بندور على احدث حاجة. انا كان يعني في الحاجات المتاحة يعتبر 12 يعني كويس هيناسبنا ان شاء الله وينافس سوق العمل دلوقتي. انا طبعا مش هقدر اوصي النقطه بتاعه السيت اب والكلام ده وحقها، لكن احنا معانا اي حد هيقدر يتصرف يا جماعه هيبدا عايزني اساعده مثلا في يوم كده في نص الاسبوع ازاي يفك الضغط بتاعها وازاي يربطها مع الفي ام وير. هحاول بس هيبقى واحد بس وهو يكمل يساعد الباقي ماشي. فلو في مكان او في حد ليه علاقه بالتاني يبدا يتفقوا مع بعض ازاي يجيبوا نسخه وازاي يتعلموا ازاي يربطوها عندهم على الجهاز. الكلام ده كله مش هياخد 10 دقائق ربع ساعه، لو انت عملت كوبي النسخه من واحد صاحبك الموضوع خلاص بقى سهل جدا، مش محتاج اي خلفيه عن اي حاجه. تمام، مش عايز اطول في النقطه دي اكتر من كده. نرجع تاني للنقط بتاعتنا الاي بزنس. ازاي يا جماعه بدا الاي بزنس؟ ندي لكل نقطه من دول 5 دقائق. الاي بيزنس يا جماعه بدات ازاي؟ ان اوراكل شركه متفوقه جدا في مجال الداتا بيز من زمان زي ما انتم اكيد كلكم عارفين، فبدات تعمل اي ار بي. ايه اي ار بي؟ انتربرايز ريسورس بلاننج. خلاص، ايه فكرته؟ انا النهارده بدل ما بجيب واحد ديفيلوبر يبدا يعمل لي شاشات ويبدا يعمل لي حسابات وقيود يوميه ويعمل بقى ايه شغل بقى كتير، انا هعمل حاجه جاهزه وابيعها للناس. طب انت يا اوراكل هتعملي حاجه جاهزه وتبيعها للناس؟ اه. طب ايه اهم حاجه عند اي شركه تعمل لها اي ار بي؟ اهم حاجه عند اي شركه ايه يا جماعه؟ ها، اي شركه بتبدا تشتري اي ار بي علشان تمانج ايه او تتابع ايه او تطلع تقارير عن ايه؟ بص، هو الاتش ار مهم بس مش هو ده التارجت. الشركه ما بتشتريش اي ار بي علشان خاطر الاتش ار بس، فاينانشال هو اهم حاجه عندهم. ليه؟ فلوس داخله وفلوس طالعه، انا عايز اتابع الفلوس دي. ما المرتبات يا جماعه بتتحسب جوه الفاينانشال برضه، موجوده عندي في الموازنه بتاعت اخر السنه. اي جهه حكوميه او في اي دوله في العالم بتيجي تقول لك وريني موازنتك السنه دي عشان احسب لك ضرايبك، صح؟ والتقارير الماليه بتاعتك، انت بعت بكام، مبيعات، كل ده مربوط بالفاينانشال. فالفاينانشال عامل زي ايه كده يعني، هو ده الكور او هو ده الحاجه اللي في النص اللي رابطه كل حاجه بيها. يعني انت النهارده جالك فلوس عن طريق المبيعات، السيلز ده والمبيعات والكلام ده كله، ابلكيشن تاني والبرشيزنج ابلكيشن تاني، المشتريات، ايوه، بس كله بيصب فين في الاخر؟ بيصب في الجي ال، بيصب في الاي بي، بيصب في الاي ار، في الاكونتس بيبل، في الاكونتس ريسيفبل، صح؟ فالكور هو الفاينانشال. اوراكل كانت ذكيه، راحت عملت الفاينانشال وبدات تبيعه لشركات كتيره. فراحت شافت الشركه سين، نفترض مثلا الشركه دي كوكا كولا، انا بعت لك فاينانشال وبعت لك داتا بيز، صح؟ وبعت لك ابلكيشن سيرفر وبعت لك مش عارف ايه يا شركه. انت اشتريتي اتش ار من مين؟ انا اشتريت اتش ار من شركه اسمها اتش ار ام اس، الشركه دي على اول الشارع هناك. طب الاتش ار بتاعها عاجبك؟ اه، ده ممتاز. طب يعني شغال معاكي كويس؟ اه. راحت شركه اتش ار ام اس دي راحت لاوراكل قالت لهم على فكره يا جماعه انا عايز اشتري الداتا بيز بتاعتكم. تشتروا الداتا بيز بتاعتنا عشان احنا رايحين للشركه بيبسي عايزه تشتري الاتش ار بتاعنا. اوراكل فكرت قالت خلاص انا ابيع بقى فاينانشال، وشركه اتش ار ام اس دي تبيع معايا ايه؟ اتش ار، بقيت انا ابيع سيستم فاينانشال والداتا بيز بتاعته. وراح اتش ار ام اس تيجي تشتري مني الداتا بيز بتاعتي وتبيعها مع الايه؟ مع الاتش ار ام اس بتاعها. فاهمين الفكره؟ يعني احنا دلوقتي عندنا شركتين في السوق، شركه اوراكل، خلاص انا عندي شركه اوراكل اهي، عارف اكبر الخط. المهم احنا عندنا شركة اوراكل دلوقتي وشركة ثانية هنا مع اتش ار ام اس، تمام. انا ببيع بشتغل في الفاينانس، حلو. الشركة دي بتشتغل في ايه؟ في الاتش ار. انا ببيع الشركة واحد فاينانس، وفي نفس الوقت عايزين الايه؟
داتا بيز، فبيرجعوا لي. تروح اتش ار، تروح لهم تقول لهم خدوا كمان من عندي ايه اتش ار شركة مين، بيبسي مثلا، دي كوكا كولا ودي بيبسي، اشتري من دول اتش ار، اشتري من عندي ايه فاينانشال وايه داتا بيز. في شركة اوراكل بدأت تدرس، تقول لك ما شركة اتش ار ام اس دي شغالة زي اللي عمالة تبيع في الاتش ار ايه بتاعها، وتيجي تشتري مننا الداتا بيز، وانا عبيط انا قاعد اتفرج كده عليهم هما بيبيعوا، طب احنا نعمل ايه، الشركة دي ناجحة قوي تعالوا نشتريها. طبعا الموضوع اشارة الشركات بره يا جماعة غير هنا خالص، يعني فيسبوك فيهم مثلا تقول لك انا عايز اتباع، انا عارض نفسي للبيع، تروح شركة تيجي تقول لك تعالى انا اشتريت فيسبوك، شركة جوجل تقول لك انا عايز ابيع، شركة ياهو تيجي تشتريها كده، يعني هي الدنيا بتاعتهم ماشية كده، مش زي عندنا الموضوع مختلف يعني. فعادي ان شركة اوراكل قالت لك تعالى انا هشتري، هستحوذ على شركة ايه اتش ار واحطها ايه عندي. وشويه لقيت شركه اسمها سبلاي تشين تعمل نفس القصه، عماله تبيع سيستم مخازن وسيستم مشتريات. فتره كده اوراكل قالت لك تعالى نسيطر على الشركه دي ونشتريها، راحت مشترياها. معايا يا جماعه؟ في حد مش فاهم انا بقول ايه؟ انا بشرح الموضوع بس كده بصفه بيزنس. وبعدين في شركه بتعمل برامج شرح او برامج بتمانج البروجكتس، يعني ايه، انا عندي مشروع النهارده ببني عماره، ببني مؤسسه، ببني مش عارف ايه، فمحتاج سيستم يتابع لي البروجكت بقى ومصاريفه والدنيا بتاعته والتخطيط ليه. وفي شركه تانية بتبيع حاجه اسمها سيستم سيلز، خدمه عملاء. فكل شويه بلاقي شركه بتطلع وبتبيع كويس، اروح اقول لك طب ما تيجي اشتريها. فورك اللي النهارده راحت عامله ايه؟ راحت مشتريه كل الشركات اللي حواليها في السوق. فتحولت من شركه كانت بتبيع فاينانشال وداتا بيز بس، لشركه بقت بتبيع فاينانشال وداتا بيز وسبلاي تشين اللي هو المخازن، وبتبيع بيرشيزنج، وبتبيع ايه؟ حاجات كتيره. فطبعا ده خدمها. طب انا ازاي يا جماعه هربط الدنيا دي كلها ببعض؟ يعني انا اشتريت من احمد اتش ار، اشتريت من اوراكل فاينانشال، واشتريت من اتش ار ام اس مش عارف ايه، واشتريت من شركه اتش سي ام، اشتريت من نوع سبلاي، واشتريت من شركه كذا سيستم كذا. طب الكلام ده كله ازاي هيشوف بعض؟ مش مفروض يشوفوا بعض، يبقوا مترابطين مع بعض، الداتا بتاعتهم تبقى في مكان واحد، في قاعه، في مكان واحد، بول واحده في النص كده بتجمع الداتا دي، اللي هي مين؟ ها ايه البول اللي هتجمع الداتا بتاع كل الابلكيشنز دي او الموديولز دي؟ ها يا جماعه حد يرد عليا؟ الداتا بتاعت كل الابليكيشن دي والموديولز دي بتخش فين في الاخر؟ طيب الاي بيزنس يا جماعه بيتكون من حاجتين، من انترفيس شاشات، ومن حاجه جوه ورا الشاشات دي اسمها الداتا بيز. ممتاز، الداتا بيز بتخش في الاي بيزنس داتا بيز. قبل ما الاي بيزنس يتكون كان اوراكل زي ما قلنا ما عندهاش غير فاينانشال، وبدات تشتري اتش ار، تشتري سبلاي، تشتري مش عارف ايه، وبقى عندها كل الموديولز موجوده تحت ايه؟ تحت جناح الشركه دي، يعني شركه اوراكل بقت عندها كل المنتجات دي. فشركه اوراكل كانت عامله فكره حلوه قوي، قالت لك بدل ما انا اقعد امسك كل موديول من دول الاتش ار عشان اظبطه مع الاي بيز مع الفاينانشال اللي هو بتاعي، هبدا افكه واعدل تركيبه من اول وجديد واظبطه على الفاينانشال بتاعي، وابدا امسك السبلاي تشين افككه حته حته كده، وابدا اربطه تاني على شكل الايه؟ الفاينانشال بتاعي. طب ما انا بدل ما اعمل كده ما انا اعمل حاجه في النص واسميها انتجريشن. ايه هي الانتجريشن يا سيدي؟ قال لك انا هعمل برامج وسيطه، هحط برنامج هنا في النص ياخد البيانات كلها بتاعت الاتش ار مثلا بتاعت المرتبات ويرميها في الحسابات عندي، وياخد الحسابات كلها بتاعت البرشيزنج المشتريات ويرميها في الحسابات عندي في الفاينانشال، وياخد كل الحسابات من البروجكت مثلا ويرميها في الايه في الحسابات عندي في الفاينانشال. والبرامج الوسيطه دي هي دي شغلتي، يبقى انا اسيب كل سيستم من دول زي ما هو ناجح وممتاز وكويس، واخد الداتا بتاعته دي قبل ما تخش الداتا بيز ابدا ادخلها كده في ايه في برامج معينه، البرامج دي تنقيها وتظبطها وتاخد منها المفيد ترميه لي جوه الايه الفاينانشال، والفاينانشال هو اللي ماسك ايه، هو اللي مربط كل ده. احنا اتفقنا دلوقتي ان الفاينانشال هو العمود الفقري بتاع اي شركه، يعني الشركة اهي من غير فاينانشال الاتش ار بيغني في وادي والسبلاي بيغني في وادي، لا مين اللي يربطهم لي؟ الفاينانشال هو ده اللي في النص اللي بيربط لي كل الموديولز دي بايه؟ ببعض.
متفقين على كده يا شباب، عشان تعمل الكلام ده كله قلت لك تعالى انا هعمل هنا بوابه، لما الاتش ار يخلص ويرن المرتبات البوابه دي تروح تشوف في فلوس، ترد تقول لها في فلوس هنصرف مرتبات، طب خدوا حوافز، ترد عليها تقول لها لا مفيش حوافز، لا في حوافز، لا مش عارف ايه، هناخد مرتبات 10 مليون، لا 10 مليون كتير، طب تعالوا نخصم الشهر ده مش عارف ايه، يبدا في ايه حاجه رايحه وحاجه جايه ما بين الايه الموديول. سبلاي تشين نفس الكلام، احنا عايزين نشتري مثلا، احنا في البرشيزنج عايزين نشتري اجهزه جديده للمصنع، يروح يقول له تعالى في بوابه ما بين الفاينانشال وما بين السبلاي، احنا محتاجين فلوس، عندك فلوس؟ يقول له لا ما عنديش فلوس، طب احنا محتاجين حاجات ضروري هتعطل المصنع، طيب معاكوا ليميت مثلا مليون، طب لا احنا محتاجين حاجات ب 10 مليون، طب تعالوا نقسمهم المليون دول، نقسمهم على 10 شهور، ال 10 مليون بتوعكم نقسمهم على 10 شهور، طب تعالوا نشوف مثلا موردين ممكن يستحملونا ويصبروا علينا لحد الفلوس ما تخلص، لحد ما الازمه بتاعتنا تخلص، فكده السبلاي تشين. وهكذا كل موديل بيبدا يكلم الفاينانشال ياخد ويدي معاه، مش بقى مش تليفون، مفيش حد بيرفع سماعه التليفون، الو ايوه مدير الحسابات عندكم فلوس نشتري كذا؟ عندنا، طيب خلاص تمام هنعمل امر الشراء، لا في ابلكيشن وفي ليميتيشن لكل واحد وايه الحاجات اللي يتوافق عليها وابروفال سايكل بيمشي فيها الطلبات، الاجازه بتاعتك بتمشي في ابروفال سايكل، يعني في نظام عالي جدا. هنشوف ان شاء الله طبعا مع بعض، احنا برضو النهارده كله دردشه. طيب الاي بيزنس ده ليه كاريرز؟ يعني مطلوب في السوق ازاي؟ مطلوب، مطلوب ازاي يا سيدي؟ بص يا سيدي، بنقسم الشغل في الاي بيزنس لايه؟ لقسمين. طيب انا قسمت يا جماعه الشغل عندي في الاي بيزنس عشان تشتغل حد تكنيكال وحد فانكشن. عندنا حد فانكشن وحد تكنيكال، يعني ايه فانكشن ويعني ايه تكنيكال عشان كل واحد فينا يشوف هو محتاج ايه. ده كده الاي بيزنس تقسيمه الشغل فيه جوه المجال بتاع التعديل والست اب. مش هنتكلم بقى عن الاي بيزنس، انا مالناش دعوه ببقيه الادارات، احنا بنتكلم عن اداره الاي تي، هتجيب ناس النهارده يعدلوا في الابلكيشن دي ويبقوا شغالين معانا على طول، مش ناس بتيجي تعمل شغل وتمشي يعني في الغالب. طيب التكنيكال دول بيعملوا ايه؟ مقسومين لاثنين، ناس ديفلوبر زي حالتنا وناس تانيين ادمن. يعني ايه ديفلوبر ويعني ايه ادمن؟ ديفلوبر حضرتك بيعمل شاشات جديده، بيعمل تقارير جديده، بيعدل في الشاشات زي كل الكورس اللي احنا هنتكلم عنه. طب ادمن ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيعمل حضرتك الانستليشن والست اب، بيرن حاجه اسمها باتشات هنتعرف عنها بسرعه كده في وقت تاني، وهكذا في شغل كتير، بيحل المشاكل القويه لو الدنيا فصلت بيعمل ايه؟ بيتابع البرفورمانس، بيعمل شويه حاجات. مفهوم كده يا جماعه الفرق ما بين الادمن والايه والديفلوبر. طيب نروح للفانكشن، الفانكشن قال لك تعالى كل موديول انا هشتري له واحد فانكشن يلعب ايه في الفريق بتاعه. طب يعني ايه؟ يعني انا اشتريت النهارده ثلاث موديولات في شركتي، اشتريت فاينانشال فهعمل اعلان في الجورنال او في اي مكان انا عايز واحد اوراكل اي بزنس فانكشن فاينانشال. سهله كده، اوراكل اي بزنس تكنيكال ديفلوبر، اوراكل اي بزنس تكنيكال ادمنستريتور، اوراكل اي بزنس فانكشنال فاينانشال، اوراكل اي بزنس انا اشتريت كمان اتش ار، فمحتاج اوراكل اي بزنس فانكشنال اتش ار، اشتريت سبلاي تشين المخازن والمشتريات، يبقى انا محتاج اوراكل اي بزنس فانكشنال سبلاي تشين. حد مش فاهم النقطه دي؟ دي اهم حاجه عايزكم تفهموها النهارده، ان في تقسيم جوه الشغل، انت مش سوبرمان، خلاص مش هتيجي تشيل الشركه كلها بسلطاتها ببابا غنوجه، لا انت هتيجي تعمل وظيفه محدده، الوظيفه دي ليها اسم في كل دول العالم، مالناش دعوه بقى ان في شركه سين بتجيب واحد بيضرب في الخلاط كل الحاجات دي وبيطلع لهم ايه الفخفخين، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نتكلم عن الطبيعي اللي الانسان الطبيعي يقدر يتحمله ان هو يمسك شغلانه من دول. انا عندي في الشركه لو اشتريت ثلاث موديولات محتاج واحد ديفلوبر، واحد تكنيكال، واحد فاينانشال، واحد اتش ار، وواحد سبلاي. مفهوم يا جماعه النقطه دي؟ انا عايز اللي فاهم حاجه عشان خلاص فاضل اربع دقائق يقول لي. التقسيمه دي مهمه عندي جدا جدا.
انت هتيجي تشتغل ايه في الشركة، ومش هنتكلم طبعا عن كل واحد فيهم بيعمل ايه، لا ده بسرعة كده، ده راجل فاهم حسابات وفاهم دفتر الاستاذ اللي هو الجي ال بقى، وفاهم حسابات عملاء ايه خلاص اي بي واي ار حسابات موردين، وفاهم مخازن شوية عشان يعرف الرابطة ما بين المخازن بقى والفاينانشال، وبيبدأ يشتغل الشغل اللي هو ايه. مثلا احنا النهاردة في مصر الضريبة عندنا على المبيعات 15%، ده اللي بيخش يسطب الضريبة مش حضرتك. طيب التاني بتاع الاتش ار نفس القصة، فاهم يعني ايه موظفين، فاهم يعني ايه قوانين الاتش ار شوية بالذات في بلده اللي هو هيشتغل فيها. احنا عندنا هنا مثلا الغياب 21 يوم مش عارف اعتيادي، وست ايام عارضة، ومثلا 10 ايام مرضي، هو اللي بيبدأ يسطب الكلام ده. ده شغله مش شغلك انت خالص، انت شغلك غيره خالص هنعرفه بعدين. وعندنا واحد فاينانشال فانكشن، انا قصدي سبلاي تشين، ده مسؤول ان هو يقول المورد لازم يجيب مثلا الحاجات اللي اتفق عليها في خلال شهر، بعد كده يبقى عليه غرامة مش عارف ايه. لو اكتشفنا ان المورد جايب حاجات مثلا فاسدة او بايظة او مش كويس، نبدأ نعمل معاه ايه يعني، فاهم شوية حاجات خاصة بالايه بالمشتريات وبالمخزن. معاكم دقيقة واحدة يا ريت تقولولي فيها الكلام ده يعني وصل منه قد ايه ليكم، ايه الحاجات اللي المفروض نزود عليها شوية في النقط الثلاثة دول. احنا النهاردة اتكلمنا عن البيزنس نشأ ازاي، ايه هي الموديولز الأساسية بتاعته، وازاي اوراكل ربط الدنيا ببعض. احنا قلنا العمود الفقري هو مين؟ الفاينانشال. واوراكل بدأت الموضوع ده بيزنس، لقت فيه ابلكيشن ناجحة عند شركات كتيرة راحت مشتريها كلها بالناس الكونسلتنت بتوعها، وقالت لك ايه انا هجندهم واشغلهم عندي، فبقى شركة اتش ار وعندها جواها شركة مخازن ومشتريات وبرامج مخازن ومشتريات، اشترت الشركات دي اشتريتها زي ما هي كده بموظفينها بكل حاجه فيها. وعندنا الاي بيزنس مجال كبير، ما ينفعش واحد يشيل الليله خالص ولا اتنين ولا تلاته، لا بيبقى فيه عشان تسطب اي بيزنس في شركه لازم اول حاجه الادمن بيروح ينزل، اول واحد بينزل الملعب يلاقي السيرفرات جاهزه، الادمنستريتور بتاع الويندوز او بتاع اللينكس او اي حاجه بيسطب له عليها ايه، الادمنستريتور التاني بقى مالناش دعوه بيه اللي هو بتاع الشبكات، هو مهندس الشبكات يجي يسطب له الويندوز ويظبطه له، يجي هو بقى الراجل الدي دي ايه ده الشاطر يبدا يسطب الايه الاي بيزنس عليها، يخلص ينادي على مين، على الديفلوبر تعالى عايز تعدل ايه، انا عايز اعدل كذا عايز اعمل كذا، يبدا يسيبه يعدل. بعدين يجي معاه واحد فاينانشال واحد اتش ار واحد سبلاي، كل واحد فيهم ينزل في الملعب بتاعه يبدا يشتغل، يقعد مع المديرين الكبار يسمع منهم احنا عايزين نعمل ايه او الشركه ماشيه ازاي، ويبدا يشوف الحاجات اللي قابله للتعديل والحاجات اللي ما تقبلش التعديل. خلص خلاص والدنيا كلها اتظبطت، بقت الابلكيشن كلها شايفه بعضها، نبدا نطلب طلبات زياده لان احنا لقينا في حاجات من اوراكل مش مكملاها، فنطلب الزيادات. مين اللي يعمل الزيادات؟ انا عايز شاشه زياده، عايز فليكس فيلد، عايز مش برضه يا جماعه ساعات الفليكس فيلد او في الغالب بيبقى تبع الناس الفانكشن مش تبعنا، بس يعني احنا بنشتغل ومش مشكله. عايز مش عارف تعمل لي فاليو سيت، برضه الفاليو سيت تبع الناس الفانكشن بس احنا بنشتغله. الريكوستات بعيد عن الريبورت بيلدر المفروض تبع الفانكشن ماشي، يعني اي حاجه مش هيستخدم فيها كود المفروض الفانكشن هم اللي بيعملوها في الغالب، لكن احنا بيبقى ايدينا معاهم وبنشتغل معاهم، احنا بنساعدهم. هيا يا جماعه معاكم 5 دقايق تسالوا فيها في اللي احنا قلناه، وتقولوا اي مقترح عندكم، حاجات محتاجين نتكلم عنها في المحاضره الجايه. احنا عرفنا المحاضره الجايه هتتكلم عن ايه، والماتيريال بتاعتها باذن الله هتبقى مرفوعه، نتفق مع الاداره تعمل لنا فولدر وايه ويبقى فيه الاضاءه الماتيريال بتاعه المحاضره الجايه، يعني كل محاضره بالماتيريال بتاعتها تبقى موجوده قبليها باذن الله مش بعديها ان شاء الله. طبعا شباب بقى اللي عنده اسئله، وبرده كل واحد يقول لي استفاد كام في المية النهارده من الكلام اللي اتقال، يعني احنا النهارده مش المفروض يحصل حاجه يعني كبيره غير ان احنا بس نعرف القصه بدات ازاي وايه المجالات اللي مطلوبه في الشغل وكده. ها ممتاز، 70% ده رقم جبار اصلا النهارده، ربنا يوفقك. شكرا لله يا رب
ربنا يكرمك، انت كده احسن مني، انا نفسي ما فهمتش 100% دول. انا اسف ان انا اتكلمت بسرعه، بس احنا عشان خدنا وقت في الدردشه كده الاول، فحبيت ما يعني الموضوع ما كان معمول حساب الدردشه، بس يعني الوقت كان قليل. ربنا يوفقك يا رب. انا عايزكم بس تدرسوا الموضوع من هنا للاسبوع الجاي، تشوف انت محتاج ايه، هتبدا تدور على البرنامج ازاي، الكورس ده هو المناسب ليك، لا الكورس ده مش مناسب ليا، مش هو طموحاتي، مش هو ده اللي هينفعني. لحد الاسبوع الجاي تكون الرؤيه وضحت ان شاء الله على الجمعه الجايه. يا ريت معظم الناس اللي تيجي تكون حتى عرفت هتجيب الاي بيزنس منين وازاي وامتى وهتبدا تطبق عامل ايه. ما عندناش مشكله لو ناخد الجمعه الجايه بس دي تو، وناخد اجازه السبت بس، من هنا للجمعه اللي بعديها بقى تكون الناس خلاص ظبطت حالها وكله اتطبق وكله جرب وكله معاه الاي بيزنس. احنا يا جماعه هنشتغل ريسيرشنج مع بعض، يعني مش معقول هتبقوا ناس شغالين اوراكل وهتبقوا معتمدين على ماتيريال واس، لا انتوا بتدوروا بتجيبوا حاجه جديده، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. اللي حضر ممكن يسمع الفيديو، احنا دردشنا النهارده بس، والمرات الجايه ان شاء الله تبقى الدنيا احسن من كده. طيب انا بشكركم على حضوركم الكويس وعلى الاسئله الجميله اللي كانت في الاول، بصراحه كنت متوقع ان انتوا تقعدوا ساكتين وهقعد بقى اتخانق معاكم، فبصراحه انتوا طلعتوا اسئله كويسه جدا، وان شاء الله المره الجايه يكون عندكم اسئله احسن وندردش في حاجات كتيره كده، حتى مفيش مشكله ان احنا نخرج عن السياق، بس اهم حاجه ان احنا المره الجايه نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، وما تشغلوش دماغكم كل اللي احنا قلنا عليه ده، كل يوم وليه نظامه وكل بارت وليه نظامه، وهنتكلم عنه اكيد تاني وتالت. ما تشغلوش دماغكم بكل الاوت لاين، انا بس مجرد بقول احنا هنمشي على ايه بالظبط، وايه اللي احنا هنروح له، وايه اللي احنا ممكن نجيبه في كورس تاني بعد كده ان شاء الله، او نزود بارت بعد كده مفيش مشكله، ان احنا بارت 5 المفروض النهايه، لا ممكن نيجي نزود بارت 6 بارت 7 على حسب الطلبات وعلى حسب ما الناس ايه مستوعبه معايا. بشكركم قوي، مش اي حد عايز يقرا اي حاجه عن ازاي يعمل يوزر، ازاي يعمل ريسبونسابيلتي، يتفرج عليها فيديو هيلاقي الاسينشال ده كله موجود لناس كتيره، وسهل جدا هنسمعه وما نتعقدش، او ما يبقى معاك نسخه وتيجي تطبق عليها هتلاقي الموضوع اهي في الهيفه، يعني بيعمله اي حد، وربنا يوفقك.